فئة السواحل الحقيقة من الألف مبروك يا عطية بن ساعد بن عطية الثعلبي 4962 في أول مشاركة لها سلطانة اللي حسمت جائزة الشوط. ألف مبروك سلطانة، حققت المركز الرابع معنا في هذا اليوم في أول مشاركة وأول الغيط قطرة. الآن نتجه مع بعض أعزائي المشاهدين حضورنا الكريم إلى ركن المثلث، إلى رأس السهم، إلى الفائزة في المركز الثالث. من هي يا ترى؟ الملاك الحاضرين، الملاك المتواجدين، أحبتنا ملاك الإبل في الخليج العربي، أحبتنا ملاك الإبل في العالم، في هذا اليوم نعلن لكم صاحبة المركز الثالث من المهرجان الأضخم ومن المهرجان الأكبر في عالم الإبل. من هي يا ترى صاحبة المركز الثالث؟ من ستكون صاحبة هذا المركز؟ إلى هناك عيوننا على الشاشة، بسم الله، 1 2 3 4، خلونا نعد العد التنازلي. يلا 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 يلا، رأس المثلث والضلع الثالث معنا في هذا اليوم في ثلاثية الإبداع. من هي يا ترى؟ من ستكون معنا فائزة متوجة ترتدي وشاح المركز الثالث؟ الله 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 الله، المنافسة والقلوب حامية والقلوب تنتظر والعيون تشاهد. يا ترى من هي؟ يقولون لا صبر شوي، يقولون لا تستعجلون في الإعلان، أمر الله من سعة، يقولون الملاك نبيهم موجودين معانا ونبي نصلي حنا وياهم صلاة العصر، الظاهر نبي نصلي جميع اليوم. ها وش رأي؟ ألف مبروك يا ماجد ابن سالم ابن عابد اللحياني، المركز الأول، صاحبة المركز الأول غزاي بن بهار بن سعد اللحياني.